أبو أمجد من جدة، تفضل أخي. السلام مرحب. عليكم. السلام. مساك الله بالخير الشيخ صالح. حياك الله بالخير. أنا طال عمرك سكان مكة وساكن في الرباط حق مكة، وعندنا جار مأذي عيالي ومأذينا ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة. بلغوا عنه يا أخي، بلغوا. بلغت يا شيخ، ما في فائدة. طيب إذا بلغت ولا في فائدة وتستطيع أنك تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر فانتقل.